هل فعلا احمد الريان واخواته قربوا فلوس بره زي ما الاشاعات قالت؟ طيب هل احمد الريان واخواته كانوا بيستعدوا ان هم يهربوا بره بالفلوس؟ طب ماشي، لو الحكومة المصرية قعدت 10 سنين تسدد 365 مليون جنيه اللي هي 10% بس، يعني 90% فلوسهم راحت في خلال 10 سنين، طيب الحكومة المصرية ما طلعتش ليه وثائق بالفلوس اللي كانت موجودة عند الريان وفي باقي شركات توظيف الأموال؟ برضه علامة استفهام كبيرة جدا. إلى أي مدى كانت شركات توظيف الأموال وصل بيها الجبروت إن هي تتحكم في الحكومة المصرية وفي قرارات الحكومة المصرية وإن هي تبدأ تجابه بعض الدول العربية وكمان الأوروبية؟ وده بيخلي شركات توظيف الأموال كانت تعمل ضغط على الحكومة المصرية عشان تعمل قرارات تصب في مصلحتها هي. ليه؟ بعض القائمين على مسلسل الريان كان هدفهم تشويه الريان، او ليه اخفوا جزء من الحقيقة؟ ليه مرتضى منصور ظهر في فترة ما واختفى فترة ما؟ برضو علامة استفهام كبيرة جدا. خلينا بقى نتكلم في الفضيحة اللي حصلت الا وهي كشوف البركة. كشوف البركة دي فيما بعد اكتشفت الحكومة المصرية ان دي رشاوي غير رسمية كانت بتدفع لكبار الموظفين في الدولة المصرية ولكبار مشايخ الاسلام في الوقت ده والمشهورين سواء بقى فنانين لاعبين كوره اعلاميين اي حد. اللي قول لي يا حاج، معالي الوزير فهمي خليل اشتغل معاكم؟ هو اخ وصديق وراجل محترم، بس لا ماليش دعوه بالشغل. بس واضح من اهتمامه انه له دعوه. ما هو سبحان الله، ربنا لما يوفق القلوب ويالفها ببعض كده لا اله الا الله، يعني ما سبحان الله قلب سعادتك وقلب سعاده الوزير ربنا يديمها نعمه. كانت بتدفع لهم رشاوي غير رسمية وكان الغرض منها ان هم يلمعوا شركات توظيف الاموال وان هم يحاولوا يبنوا ثقة بين الشعب وبين شركات توظيف الاموال وعلى رأسها شركة آل الريان. الحكومة المصرية مرت بفترة عصيبة جدا لدرجة ان كبار الموظفين فيها والوزراء كانوا بيشتغلوا الصبح في الحكومة وبعد الظهر بيروحوا يشتغلوا في شركات احمد الريان. ساعة البيه الحكومة دي مديونة علشان بتخلص شغلها الساعة 2 وتروح تنام. لا الله، في حكومة تخلص شغل وتروح تنام الساعة 2؟ لا، احنا بنشتغل 20 ساعة في اليوم، 22 ساعة في اليوم. لو قفلت يا اسمي يبقى احنا نفهم. ربنا يديكوا الصحة يا حاج. وصل الحال ببعض الوزراء وبعض كبار المسؤولين في الحكومة المصرية ان هما بيروحوا يقدموا استقالتهم للحكومة المصرية ويطلعوا يشتغلوا في شركة الريان. يعني انا لما ابقى مدير امن القاهرة واروح اقدم استقالتي واطلع اشتغل مدير امن شركات الريان، هنا في حاجة غلط. يعني في دخل مضروب في 100. انا لما اكون وزير واقدم استقالتي من الوزارة في الحكومة المصرية واطلع اشتغل في شركات الريان او شركات توظيف الاموال، هنا في حاجة غلط. يعني السلطة اللي الشركات دي هتدهاني اكبر من سلطتي في الحكومة، مركزي في الشركات دي اكبر من مركزي في الحكومة. يعني الفلوس او المرتب او الصلاحيات او السلطة اللي باخدها في شركات توظيف الاموال اكتر 10 أضعاف من اللي كنت باخده في الحكومة المصرية. ولكن الحكومة المصرية في الفترة دي كانت عاملة زي الشرطة المصرية في الافلام المصري. الشرطة المصرية بتيجي في آخر الفيلم بعد لما يكون المصيبة وقعت والناس ماتت والدنيا باظت. لذلك الأمر الحكومة المصرية بدأت تفوق في الآخر وعملت ما يسمى بصحوة الحكومة المصرية. بدأت تطبق قانون 246 اللي طلع لسنة 88 واللي كان هدفه أن هي بتلاحق شركات توظيف الأموال. معقولة يناقشوا القانون ويقروه في مجلس الشعب في 24 ساعة؟ 24 ساعة والجلسة متقعدش 4 ساعات. أنا عارف إن هم مفصلين ده عشان شركات توظيف الأموال، ولكن القانون ده كان ليه خبايا مهمة جدا هنعرفها فيما بعد قدام. بدأت الحكومة المصرية تدي مهلة لشركات توظيف الأموال غير الرسمية وحط تحت كلمة غير الرسمية 100 خط عشان هسألك سؤال فيما بعد. بدأت الحكومة المصرية تدي مهلة لشركات توظيف الأموال غير الرسمية إن هي تحاول توفق أوضاعها مع المودعين. الفترة اللي الحكومة المصرية سابتها لشركات توظيف الأموال الكبيرة اللي زي الريان والسعد والشريف وغيرهم كانت صغيرة جدا مقارنة بحجم الاستثمار اللي كانت الشركات دي مسؤولة عنه. بدأت بقى تطلع إشاعة على الشعب المصري إن أحمد الريان جهز فلوسه عشان يهرب بره البلد، يهرب لسويسرا. وبالفعل اتقبض على أحمد الريان وقيل إن هو كان عايز يهرب 3 مليار و280 مليون دولار.
كان عايز يهربهم لبنوك سويسرا واتقبض بالفعل على احمد الريان. انا عايز اقولك ان في ناس كبيرة قوي في الدولة المصرية وليها حجمها سواء في الشارع المصري او في الحكومة المصرية، وحاولت تقنع الحكومة سيبوا احمد الريان يخرج عشان يقدر يوفق اوضاعه مع الشعب ومع المودعين واحنا الضامن ليه. برضو الحكومة المصرية رفضت، والتعنت ورفض الحكومة المصرية كان وراه سبب ما خفي لغاية النهاردة، ولكن انت ممكن تفهمه من سياق الحوار اللي احنا داخلين عليه. خلي بالك ان احنا لسه هنقول كلام سواد السواد قدام شوية. تخيل بقى كده يا صديق العزيز ان في سنة 89 اتحكم على احمد الريان ب 15 سنة. الغريب ان الحكومة المصرية هي اللي تولت ان هي توفق احوال شركات توظيف الاموال مع المودعين، وان الحكومة المصرية هي اللي هترجع فلوس الناس من شركات توظيف الاموال. الغريب ان الشركة واحدة زي شركة الريان، عارف عدد المودعين، عدد الناس اللي حاطة فلوس فيها كم؟ اضرب رقم، 235 ألف مواطن مصري وعربي حاطين فلوسهم في شركة الريان على مدار 10 سنين. على مدار 10 سنين قدرت الحكومة المصرية ان هي ترجع فلوس 47 ألف واحد بس. انت رجعت فلوس 47 ألف مواطن من اصل 235 ألف بني آدم، اللي رجعته الحكومة المصرية 10% بس من فلوس الشعب. يعني انت بتتكلم في 90% من فلوس الشعب المصري والعربي اختفت. الفلوس دي بقى راحت فين؟ بما ان احمد الريان كان مسجون، وان الحكومة المصرية على مدار 10 سنين هي اللي قررت ترجع فلوس الشعب المصري وبعض المواطنين العرب. على مدار 10 سنين انت رجعت فلوس 10% بس من الناس، بما يوازي 365 مليون جنيه. انت بقى بتتكلم ان في 90% من مودعين شركة الريان بخ راحوا. فبالتالي لغاية النهاردة الشعب المصري بيسأل فلوس الشعب راحت فين، وانت بتتكلم في شركة واحدة من اصل 110 شركة لتوظيف الاموال تم تصفيتهم. يعني ممكن نقول ان في بعض الشخصيات استفادت من الحوار ده، في بعض الناس بقيت مالتي مليونير من الفلوس اللي اختفت من شركات توظيف الاموال. كل شيء وارد، احنا لا نتهم احد بالباطل، ولكن بنفترض حسن النية. بعد 15 سنة حبس لأحمد الريان المفروض بقى يطلع من السجن، ولكن لحدث ما غريب ما تعرفش ايه هو، أحمد الريان اتجدد ليه 7 سنين حبس. طيب في 2010 بقى خرج أحمد الريان من الحبس بعد لما اتحبس 21 سنة. في 2010 خرج أحمد الريان من السجون المصرية وطلع تصريح كان غريب قوي ساعتها وقتها. طلع تصريح شكر فيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وشكر فيه وزير الداخلية اللواء حبيب العدل ان هو كان بيتلقى احسن معاملة داخل السجن المصري. ولكن بعد ثورة 2011 طلع احمد الريان وقال ان هو كان بيتعامل معاملة غير ادمية في السجن طول فترة حبسه، وان وزارة الداخلية كانت متعمدة ان هي تزله او ان هي تهينه داخل السجن المصري. ولكن خلينا ندخل في حوار اسوأ من كل اللي فات ده كله. بعد ثورة 2011 وكمية المعلومات اللي كانت بتظهر واللي كانت مستخبية، صرح ان هو هيرجع لمجال المال والاعمال وهيرجع ويشتغل تاني في الاستثمار والاقتصاد المصري. وتحديدا كلام احمد الريان رعب ناس كتيرة جدا، هم مين برضو ما نعرفش، ولكن كان كلام احمد الريان ان الدولة المصرية كانت هدفها ان هي تخفي جزء كبير قوي من الحقيقة وتشوه شركات آل الريان او آل الريان نفسهم. هنا برضو في علامة استفهام غريبة لغاية النهاردة. على رأي الفنان الكبير المبدع أحمد حلمي لما قال اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص، في جزء مظلم في قصة آل الريان عليه علامة استفهام كبيرة جدا. نبدأه بتصريحات السيدة زوجة الحاج فتح الريان السيدة الفاضلة شكرية سليمان، لما طلعت قالت إن مبارك عرض على جوزها فتحي الريان منصب وزير الاقتصاد، ولكن فتح الريان
رفض، كان طمعان في منصب نائب رئيس الجمهورية. انا مش عارف بقى فتح الريان حسبها ازاي عشان يطمع في المنصب زي ده. خلينا نتجاوز الحتة دي وندخل في حتة تانية، لما قالت برضو من ضمن تصريحاتها ان البنوك العالمية والدول الأوروبية الكبيرة كانت بترفض تتعامل مع الحكومة المصرية غير لما يكون الضامن للحكومة المصرية هو آل الريان. خلينا بقى ندخل في الجزء الأهم اللي بالنسبة لنا عليه علامة استفهام كبيرة جدا. بتقول السيدة الفاضلة زوجة الحاج فتح الريان ان الطلب من آل الريان ان هم يساندوا او يدفعوا جزء من ديون مصر، وعلى الفور فتح الريان طلع دفتر الشيكات بتاعه وكتب شيك بقيمة 400 مليون جنيه. انت لما تطلع لي من جيبك الشخصي في الثمانينات مبلغ وقدره 400 مليون جنيه، وده رقم مهول وما زال مهول لغاية دلوقتي، يبقى انت في جيبك في كام؟ لما انت تطلع لي فائض من ثروتك قدره 400 مليون جنيه، يبقى انت ثروتك حجم ثروتك الاساسي كام؟ ده سؤال وعلامة استفهام كبيرة جدا. الى اي مدى كان شركة الريان وشركات توظيف الاموال ماشية بنظام ان احنا بنطعم الحكومة، ايدينا في بق الحكومة، فبالتالي لما سهل من السهل ان احنا نضغط على الحكومة عشان ناخد قرارات في مصلحتنا تصب عندنا احنا. فدي برضو من الحتت اللي كانت برضو علامة استفهام لغاية النهاردة واحنا مش عارفينها. بعد التصريحات دي كلها الغريب بقى بجد في حلقة النهاردة ان السيدة شكرية سليمان ماتت في حادث طريق في طريق صلاح سالم، ودي من وجهة نظري علامة استفهام كبيرة جدا، ولكن نفترض حسن النية.